مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي لايف 24 على امتداد هذا الوطن الحبيب. اليوم حلقتنا متنوعة، نتكلم عن ظاهرة يعني اتكثرت في الأونة الأخيرة في السودان، ظاهرة تسعة طويلة. خليكم معنا. لمحك زادوا تسعة طويلة، اشتغلوا تسعة طويلة. ايه لمحك؟ لأنه البلد ما فيها وظائف، وأغلبية تسعة طويلة دي الناس متعلمين. الناس متعلمين لكن خلاص غلبتهم الحيلة، ياكل من وين؟ بالموتر فيه نفرين، واحد حامل ساطور والثاني سايق موتر على نفس المستوى، كرت وخطف وتلفت جاي تلقى ساطور وقلع. ثانك يو از ماي بيست ويش تو يو ليتر، أشكركم جزيل الشكر. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان على امتداد هذا الوطن الحبيب. اكيد اليوم موضوع حلقه جديده ومختلفه. معنا اول المشاركين، نتعرف عليك. شرطي عبد الله احمد تراب، قسم سوق ام درمان. طيب يا عبد الله، في الاونه الاخيره بدات تكثر ظاهره السرقه وبما تسمى هنا في السودان بتسعه طويله. نعم، تسعه طويله ديل بالنسبه احنا في السوق، يعني في الصباح الساعة 7 7 ونص مباشرة كالعادة في الشوارع، يعني أي زول عنده قروش يشيلها على الشباك السوق عشان يشتري حاجات أو ملتزمات أو عنده قروش موديها البنك، ويقوم بالمرصاد. بالموتر فيه نفرين، واحد حامل ساطور والثاني سايق موتر على نفس المستوى، كرت وخطف وتلفت جاي تلقى ساطور وقلع كده. نعم، فاحنا المهم شغالين معاهم الحمد لله في مدرماني بالمرصاد، يعني في الصباح أول ما تصبح الصباح نكون قاعدين على الشوارع الرئيسية المداخل. فكل ما شاء الله رايناه اللي يطلع مننا ان شاء الله بسرعته او بموتره. فلكن الحمد لله بالنسبه لنا في مدرمان الامن مستتب وعليهم بكل المقدر ان شاء الله. طيب تفتكر السبب الاول والاخير لتكاثر هذه الظاهره شنو؟ الظاهره دي كان ما عندنا، الظاهره دي طبعا جاتنا من مصر، والظاهره السبب كله يعني سوء المعيشه والاقتصاد بالنسبه لنا في السودان، وعشان كده الشباب ذاتهم ما عندهم عمل. فدي خلت الناس يرجعوا للنهب والسلب. فنسأل الله السلامة ان شاء الله، ربنا يحفظنا من حاجة الكلام ان شاء الله. طيب انتم بتقدروا انكم تكافحوا الحاجة دي كيف؟ والله الحاجة احنا بنكافحها بجهدنا، احنا طبعا شغالين على تأمين السوق، ولما يكون في الصباح بتواجهنا مباشرة، فما في مفر الا احنا نكون على الشوارع الرئيسية، ثم ثاني بعد ذاك هم كل ما يشوفونا احنا ان شاء الله لهم بالمرصاد، وربنا بيقدرنا عليهم ان شاء الله بنعمله. ان شاء الله. طيب نصيحتك شنو لكل البنات والشباب المتخوفين من الحته دي؟ انكم هل بديتوا خلاص يعني انكم تنهوا بصوره نهائيه؟ والله احنا بقول للشباب والشابات، اخواتنا اللي بيشيلوا التليفونات في يدينا والشنطه في يدينا، واخواننا الشباب اللي عندهم القروش، يعني الواحد يجي السوق يتاجر بها ويشتري له بضاعه، يعني يعمل حسابه 100%، يعني حتى لو عندك قروش كثيره حاول ما تجيب، تعال معك زول ثاني او قروش حافظ عليها خدها في حاجه كده ما تكون مظهر ظاهر لناس تسعه طويله ديل عشان يصطادوك. واخواتنا برضه بنقول لهم يا اخي ما تتكلم بالتليفونات الكبيره عشان ما تعشم الشباب ديل في الخطف، لانه في ضرب بضرب البيت في وشها مباشره، البيت بتغمر بتشيل التليفون وبيجري. فهذا كله البنات يعمل حساب شديد، بناتنا واخواتنا وامهاتنا ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يكرمك، جزاك الله خير وكثر خيرك وبارك الله فيك. نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، اخوكم الربيع حبيب الله، مقيم في دولة الشارقة الامارات العربية، وجيت اجازة بعد العيد يعني كورونا الاخيرة دي. والله العظيم انا شايل تليفون وجايب غدا الساعة 12 فطور، كرامة لاولاد شغالين معي في كافتيريا، لاقوني قطعوني جنب التليفون والقروش وسجايري ودوني وشيت، وقفوا لي بموتر قالوا لي اقعد تحت، اثبت شخصية شنو انتوا شنو، قالوا لي حاساكر ابيت اقعد، دربوني في كراي لما وقعت شالوا حاجاتي دي 5 دقائق، لكن الحمد لله جريت المحليه بعض فلقوني ضربوني وضربوني في يدي، مسكوه واحد منهم الثانيين جروا، ده طلع في عماره نزلوا، بس ما زال حكموه 7 سنين في السجن، عوقني هنا ده ولسه ما الكلام ده كان الدنيا ليل ولا بالنهار الساعه 12 وثلث بالضبط، وفتحت البلاغ في القسم وجلسوا اقوم الناس المحلية مسكوا الجماعة دي وشكروني، حتى يعني الضباط لأنه جري سريع سرعة سرعة، ومسكوا واحد الواحد جاب الثاني. أشكركم جزيلا، وهذه ظاهرة جديدة على مجتمعنا السوداني، المجتمع المسامح المجتمع الآمن،
ولكن طبعا في الفترة الأخيرة الأمن بقى غير مستتب في ذات هذه الحكومة المجهجهة المقدرين صار. شكرا جزيلا لك. Thank you is my best wishes to you later. أشكركم جزيل الشكر. نتعرف عليك. زين العابدين يعقوب. زين العابدين اللي أنا بتكلم عن الظاهرة بتاعة تزع طويلة اللي بدأت تتكاثر في الفترة الأخيرة. أيوة صح، لمحك زادوا تزع طويلة اشتغلوا تزع طويلة. إيه لمحك؟ لأنه البلد ما فيها وظائف، وأغلبية تزع طويلة دي الناس متعلمين. الناس متعلمين لكن خلاص غلبتهم الحيلة، يأكل من وين؟ حتى الإسلام حلل لهم إنه يسرق. لا لا ما في إسلام حلل إنه يسرق، لا لا ما تمشي لأي بعيد. ها؟ ما الإسلام أباح المحظورات في حالة الضرورات، أنت دار تأكل أمك وأهلك وأبوك وما في شغل، الحل شنو؟ يعني السبب الأول والرئيسي الضغط المعيشي. الضغط المعيشي، الناس ما لاقية وظائف تتوظف وما لاقية قروش ما لاقية شغل، وش شغالة ذاتها كايسة عن شغل، ناس شغالة كايسة عن شغل، الدين بيحل بالدين، يعني السودان ده خلاص انتهى ما في حاجة اسمها موظف وبتاع، حتى الموظفين ذاتهم محتاجين. لو حتى قروش الموظفين ما بتقدر ان هي تغطي له عن احتياجات، ما بتكفي ظروف المتوظف. 100 مليون ما بتكفيك. 100 مليون ما بتكفيك، ما بتكفيك، احسبها من مواصلات لك، اسخة دار، لاي حاجه، لعلاج ده نشوف لك قرض تتعالج. يعني المستشفيات بيقوا ما بيرحموا، يعني الوظيفه بتاعت الطب ده انا بعرفها وظيفه انسانيه، لكن انا ما ظنيت الانسانيه دي جات في السودان هنا. يعني انت بتمشي عشان بنادول ساي يشيلوا منك يقطعوا جيبك كله. عشان كده تزع طويلة الظاهرة دي كده؟ والله ما عشان بس تزع طويلة، أصلاً تزع طويلة ده عامل سياسي يعني. يعني إحنا ما نخش في العوامل السياسية، لكن إحنا بقدر الإمكان إنه إحنا بنحاول إنه نخفي الظاهرة دي، نخفيها بمكافحتنا، بإنه زي ما قلت السبب الأول والرئيسي الضغط المعيشي هو المخلي إنه الناس دي تسرق، وإنه هم يسمون بالمسمى ده، صح؟ والله ما هي الضغط المعيشي، لكن انت حلولك وين؟ اذا كان وزاد تزع طويلة، وزاد تزع طويلة لكن بمنطق، الحاكمك زاد تزع طويلة لكن بمنطق، الحكومة الحاكمك دي تزع طويلة لكن بمنطق. نصيحتك شنو لكل زول هو زي ما انت قلت، اذا انت واحد من الشباب، هي وجهة نظر وانا بحترمها، قلت انه تزع طويلة ليه ما الحق انه يبقوا تزع طويلة. طيب نصيحتك شنو لكل الشباب الضاغط عليهم معيشتهم ما قادرين هم يلقوا على الاقل رزق اليوم باليوم، هل عشان انا معيشتي ضغطت علي انا اقوم اسرق؟ والله يا تقطع خيط يا تقعد تتعصر هنا، تقعد تزعى طويله، يعني حلك واحد يا دفع الوطن ده بقى ما وطن. يعني حتى الفتره الاخيره انه زياده عدد الهجره من السودان، الحل في السنبق يا أغلبية المتعلمين ما لاقين يتوظفوا، التعليم بقى كلام فاضي سايل، التزغيف ما للتوظيف. يعني في النهاية السنبق أنتوا بتقولوا الشباب كده؟ السنبق يعني أرحم، يعني أنت في غربة تكون مهان ولا تكون في بلدك مهان، تتهم في الغربة عشان دي غربة، ناس ولا ناسك يهينوك أحسن من ناسك يهينوك. يعني انت في بلدك وانت ما لاقي تاكل، لا لاقي تشرب، لا قادر تتزوج، لا قادر تقرر ذاته ومستقبلك انه بكره حيكون شنو، ما عارف اي حاجه. يعني انت بتضيع زمن في السودان، يعني ايه زول قاعد في السودان؟ انا بشوفه زول ساي، يعني انا بشوفك انت زول ساي، يعني انت زول قاعد هنا في السودان انت زول ساي. خلاص دي بلدك ودي وطنك ودي لهلك هنا، ويعني هو السودان شاملنا كلنا، يعني بمحنتنا بحاجاتنا، فبجد الحياة دي حتفرق معك شديد لو انت طلعت برا. ما حتفرق والله، بتلقى ناس طيبين وبيقدروك وبيقيموك، يعني الناس هناك ما بتنظر للشكلانية بتاعتك، يعني بتنظر للمايند بتاعك، افكارك، بينظروا لك من ناحية انك انت كهيومن بين، يعني انت زول بشر، ما بيصنفوك. لكن انا السودانيين بتتصنف عادي يا دفعة، وانا ما عارف الحكاية دي حاصلة لشنو، مع انه احنا اول انسان بنى الممالك واسس أسس في الأرض دي ممالك وحضارات، مين تأسيت يعني حاجة لا قبل الديانات ذاته. طيب شكرا جزيلا لك. يديك العافية يا أستاذة. مشاهدي لايف 24 نشكركم على حسن المتابعة، وما تنسوا تفعيل الجرس وتضغطوا لايك وتشاركونا بتعليقاتكم ومشاركاتكم. في أمان الله.